أن الإسلام مشروع حضاري عام. الإسلام مشروع حضاري، جعل الله تعالى فيه أحكام الجزئيات من العبادات، وجعل الله تعالى فيه المقاصد الكلية، وجعل الله تعالى فيه الأهداف العظمى البعيدة الكبرى، وجعل الله تعالى فيه إصلاح الدنيا، وجعل الله تعالى فيه سبب الفوز في الدار الآخرة. وعندما فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإسلام على أنه منهج حضاري، نقلوا الحضارة على حقيقتها عبودية لله تعالى، وفهما للمقاصد العامة وبعدا عن الأغراض الشخصية وعن المصالح المؤقتة وعن الشهوات النفسية، وأقاموا أنفسهم عبودية لله تعالى في وضوئهم وصلاتهم وفي أمر عامتهم وسياستهم. فليست العبادة لله تعالى أن نحسن الوضوء وأن نحسن الصلاة وأن نتقنها ثم إذا جئنا إلى بعض المعاني السياسية وإلى بعض المعاني العامة استعملنا أنفسنا في نظريات الآخرين، ووضعنا أنفسنا فيما قدموا لنا وما طرحوا لنا وما ابتدعوا لنا، لنجد أنفسنا بعد ذلك في حالة من النفعية البراغماتية بعيدة كل البعد عن معاني عبوديتنا لله تعالى، بمعنى أننا نطيع الله تعالى في كل ما أمرنا من خاصة الأمر ومن عامته.